السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم احنا في حفل المعايدة عند معالي المهندس عمر عبد الله قاضي الأربعاء، وحنشوف الحفل. حيكون فيه تكريم لحفظ كتاب الله، والحاصلين على شهادة الدكتوراه، والحاصلين على شهادة الماجستير والبكالوريوس والدبلوم، يعني المتميزين كعادة هذا الجمع المبارك عند آل القاضي الكرام المهندس عمر عبد الله قاضي وابناء الكرام. واستقبلني حبيبي عبد العزيز حاتم قاضي. بسم الله، انتم بخير ان شاء الله. كل عام وانتم بخير، ربنا يوفقكم، ما في صحه طيب وكل شيء، ويجمعنا معكم كل سنه ان شاء الله. واحنا منبر وحرم، واحنا سيفين وعلم. هذه صوره جماعيه. احنا منبر مع حرم، واحنا سيفين وعلم، واحنا تفكير وسواعي، هم من ارقى الامم، هم من ارقى الامم. اسال التاريخ عنا، واسال السيف والقلم، احنا للعالم رساله، حكمه ما عدل وحزم، حكمه ما عدل وحزم. ما الشجاعة والكرم، ما لنا أية منافس بالشجاعة والكرم. احنا منبر مع حرم، واحنا سيفين وعلم، احنا سيفين وعلم.